أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. أمريكا تعلن نملك آلاف الوثائق والمعلومات الجديدة حول نووي إيران. أيضا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس يقلل من احتمالات الانسحاب من سوريا قبل التوصل لاتفاق سلام. الرباعية الدولية ترحب بالتقدم السياسي في ليبيا. ساجد جاويد أول وزير داخلية مسلم في بريطانيا. أيضا في أخبارنا، الجزائر تقر رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا. وفي أخبار الصحة والدراسات، موعد غرامي واحد في الشهر ينقذ الزواج من الانهيار. وأخيرا، المطرب المصري محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بعد خروجه من غرفة العمليات.